الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ انا جاية لكم من قلب الحدث اهو. ومعانا اللحمة هيت احلى ريش ضاني، والبطاطس والطماطم والمحشي الكرنب اهو زي ما انتم شايفين، وادي طاجن البامية بالعكاوي. ان شاء الله تشوفوا الفيديو وتكملوا معانا الفيديو للاخر، ويعجب حضراتكم وتدوسوا لنا لايك. يلا بينا عشان نشوف عملنا الاكلة الخطيرة دي ازاي. اهو كده هنبدأ نعمل الصلصة بتاع المحشي. حطينا بقى البهارات كلها على بعض، الفلفل، الكمون، الكزبرة، شوية شطة، 7 بهارات، الزيت، السمنة، أهم حاجة يا جماعة تكتروا في الزيت، الملح طبعا، يبقى الملح، الكمون، الكزبرة، 7 بهارات، الفلفل الأسود، شوية شطة لو حابين، والزيت والسمنة. هنسيبها بقى تتسبك، هنقلب ده كله في بعضه وهنسيبها تتسبك، ولما تتسبك أنا هوريها لكم. ان شاء الله هنعمل مع المحشي بتاعنا اللحمه، وهنشوف دلوقتي احنا هنعمل اللحمه ازاي وطريقه التسويه وايه البهارات اللي هنحطها مع اللحم. بعد هو تقلبنا كل المكونات بتاعتنا والبهارات، هنسيبها بقى تتسبك، ولو حابه تحطي صلصه براحتك، بس هي ان شاء الله لما تتسبك هيبقى لونها مختلف وهوريها لكم. معنا كده اهوت بالصلاه على النبي، الريش البتلو والريش الضاني. ديت الريش البتلو وديت الريش الضاني. ان شاء الله ديت هنسلقها في الحله البروستو، علشان هنحطها في ارضيه الحله بتاع المحشي واحنا بنحشي دلوقتي، وهوريكم. ديت هنتبلها بالملح وبالفلفل وبال7 بهارات، وهنشويها على الجريله اللي هي الريش الضاني، وهنديها تسويه حلوه كده ان شاء الله. ولو عاوزه تديها طعم الفحم، هنجيب حته ورق المونيا ونحط فيها الفحمايه ونولعها، وهنحطها ده بعد ما تستوي خالص، اللي هي ايه يا اولاد؟ اللي هي الريش الضاني. فيلا بينا كده علشان نحط الريش البتلو بتاعتنا في الحله عشان نلحق نسلقها ونكسب. بسم الله. حطينا اللحمه بتاعتنا اهوت في الميه بعد ما شاهدناها تحت الحنفيه ونضفناها كويس، وحطينا بصلايا وطماطمايه وورق لوري وحبهان وفلفل وملح، وهنسيب بقى اللحمه بتاعتنا تستوي كويس جدا. حطينا الملح ليه دلوقتي يا رباب؟ علشان خاطر احنا هنسوي اللحمه بتاعتنا في الحله البروستو، فلازم نحط الملح لان اللحمه مش هتاخد وقت في التسويه. يعني بصي، اول ما الحله بتاعتك تدي الصوت اللي بتديه ده، اللي هي الصفاره اللي بتديها دي، اعرفي 10 دقايق بالظبط هتطفي على اللحمه بتاعتك، وخلاص كده ان شاء الله هتبقى مستويه وبس. ولما تستوي بقى انا هوريها لكم. وادي الريش الضاني اهي، بعد برضو ما غسلناها تحت الميه ونضفناها كويس جدا وشاهدنا عليها، برضو هنتبلها بقى بقيه البهارات. بصل بودره، كتري بقى شويه اكتر عشان احنا مش هنقطع بصل، مش هنحط بصل حي اهو. بابريكا، سبع بهارات، الفلفل برضو حطي شويه حلوين كده عشان الريحه بقى ايه وانت بتشوي اللحمه كده تضرب نار، والملح، ونقلب كله في بعضه كده ونسيبها في البهارات بتاعتها كده يعني ساعة قبل ما ان احنا نبدا نشويها في الجريل. قلبنا بقى البهارات اهوت زي ما انتم شايفين، ما شاء الله على شكلها وما شاء الله على الريحه يا جماعه، يعني حاجه ما شاء الله يعني. بس هنحطها في التلاجة بقى مش اقل من ساعة، وبعد كده هنبدأ نشويها في الجريلا زي ما قلت لكم. اللي عاوز بقى يشويها على الفحم ولا كده فالله معاكم بقى، احنا الجو حر فمش هنعرف نشويها على الفحم، فاحنا هنعملها على الجريلا برضو وهنديها ريحة الفحم ان شاء الله بعد ما نسويها، وهوريكم برضو. كملوا معايا الفيديو للاخر وعشان تشوف احنا هنعمل ايه. بصوا بقى الكرنب ده انا كنت سلقاه وحطاه في الفريزر، شايفين كده ما بين كل دور ودور من الكرنب كنت بفرش كيس زي كده عشان خاطر لما تيجي تطلعيه بقى من الثلاجه تشيلي كده اهو بالكيس، شايفه كده اهو، وتحطيه على الصينيه علشان يفك بقى معاكي. احنا سلقينه، انا سلقاه وكنت حاطاه في الفريزر، فاحنا ان شاء الله هنحشي على طول بقى. طبعا دلوقتي ممكن تلاقي كرنب وممكن ما تلاقيش، انت وحظك، ولو لقيتي هتلاقي الكرنباية غالية اهو، فتبقى عاملة حسابك برضو اليوم زي ده كده اهو. بصوا يعتبر، بصوا انا مطلعاه من بدري، شايفين الورقة عاملة ازاي ما شاء الله اهي. انا مش محتاج اي حاجة خالص غير ان احنا ان شاء الله نقعد نحشي على طول.
انا حبيت بس اوريكم الفكره اللي انا كنت عاملاها، لان انا ما فرصتش معاكم قبل كده ايه كرنب. تسلقي الكرنبايه وتحطيها في حاجه زي كده ما بين كل طبقه وطبقه من الكرنب، تحطي كيس عشان الكرنب ما يتلزقش في بعضه وما يتهدرش معاكي، وما يعني ايه ما يبصش معاكي. لكن الطريقه دي حلوه خالص، اول ما بيفك بتلاقي بقى ايه كل طبقه وطبقه كده بتطلع معاكي بالكيس بتاعها اللي انت ايه حاطه عليه الكرنب. بس كده انا حبيت اقول لكم هنعمل دلوقتي ايه، هنعمل عكاوي. بصوا بقى انا مش عاوزه اقول لكم، ان شاء الله هنعمل باميه بالعكاوي هيبقى احلى طاجن. بس الاول هنسوي اللحمه على النار قبل ما نحطها، وانا ننزل عليها الباميه ونحطها في الطاجن وندخلها الفرن. فاحنا دلوقتي حاطين السمنه اهي على النار، هننزل بالبصله هنشوح البصله، وطبعا احنا محضرين التوم لان الباميه ما ينفعش غير بالتوم. احنا هندبل البصله دي خالص وبعد كده هننزل بالتوم. بصوا بقى هننزل اهوت بالتوم وهنديله برده كده تشويحتين، وبعد كده ننزل باللحمه. التوم زي ما انت عاوزه بقى، بتكتري الكميه اللي انت عاوزاها، عاوزه تحطي فصين ثلاثة أربعة عشرة، تحطي الراس بحلقه براحتك. اهو هتفضلي تقلبي كده بقى لحد ما تحسي خلاص ان التوم روح اللي يعني لونه بيتغير، هتنزلي بقى باللحم. هننزل بقى كده باللحمه اهي، العكاوي الجميله يا اولاد. وهننزل بقى بالتوابل واحنا مهديين النار. هننزل كده سبع بهارات، فلفل الاسود، شويه حلوين كده من الفلفل الاسود، الكمون برضو شويه حلوين من الكمون لان الباميه بتحب الكمون، كزبره، والبابريكا برضو هتديكي طعم حلو، وهتسكر لك طاجن الباميه باللحم بتاعها. هنسيب بقى الملح في الاخر خالص لما اللحمه تستوي، لان لو حطينا الملح دلوقتي ممكن اللحمه ما تستويش. هنقلب بقى اهو ونخليه على نار متوسطه ونغطيه علشان اللحمه الاول تنزل ميتها. لو الميه بتاعت اللحمه نشفت انت هتزوديها ميه وتسيبيها بقى لحد ما تستوي خالص. ودلوقتي بقى يا جماعه احنا حطينا اهو الطاسه الجريلا وحاطين فيها كده معلقه سمنه صغيره، هننزل بقى بالريش الضاني زي ما انتم شايفين علشان خاطر ان شاء الله نبدا نشويها. ما شاء الله انا بقى بسجل لكم علشان خاطر الطشطشه دي صوتها عالي خالص عشان صوتي يبقى واضح. بص هننزل بالكميه بتاعتنا من الريش الضاني، بسم الله ما شاء الله شايفين شكلها عامل ازاي. وان شاء الله وبعد ما تاخد اللون من على الناحيه اللي احنا حاطينها على النار دي هنقلبها على الناحيه التانية. بس عاوزه اقول لكم على حاجه، النار تبقى متوسطه ما تبقاش عاليه قوي ولا واطيه قوي، فاحنا هنديها اللون من الناحيتين. وخلي بالك ان كل شويه هتقلبي زي ما انتم شايفين كده، ما شاء الله قلبناها اهوت على الناحيه اللي خدت وقتها على النار وعلى نار متوسطه يا جماعه، ولا تعلي النار ولا تهدي النار. ويستحسن ان انت تغطيها يعني وهي بتاخد وقتها كده على النار، تغطيها عشان تاخد اللون الجميل ده وان شاء الله تبقى اللحمه مستويه. وخلي بالكم علشان احنا باذن الله هنحط الريش الضاني دي في حله المحشي، وهوريكم دلوقتي. كملوا معايا الفيديو للاخر وهتشوفوا احنا هنحط الريش دي وهنعمل حله المحشي بتاعتنا الخطيره الواو. بصوا بقى شايفين كده ما شاء الله، مش عاوزه اقول لكم بقى الريحه كانت جايبه اخر الشارع، يعني كانت الريحه خطيره، التوابل فظيعه، عامله ريحه واو واو جدا. يا رب الفيديو يعجبكم وتدوسوا لنا لايك وتقولوا لنا في التعليقات ان الفيديو عجبكم. عايزين يا جماعه الفيديو ده يوصل لاكبر عدد من الناس ان شاء الله باذن الله، واليوتيوب ينزله في المقترحات. هنديها وقتها على النار ما نستعجلش عليها خالص، يلا بينا علشان خاطر نعمل الرز ونشوف الخضره اللي هنحطها والتغذيه. الرز بقى هو بتاع المحشي، وقطعنا الخضره زي ما انتم شايفين كده، هنحط بقى كزبره، هنحط جميع انواع التوابل يا جماعه اللي حطيناها في الصلصه، الفلفل الاسود، السبع بهارات، الكمون،
الملح شويه كده حلوين. واحنا دلوقتي هننزل بالصلصه على الرز علشان خاطر ما نهدرش الرز ما يبقاش كتير على الصلصه، لا احنا هنحط الصلصه على الرز. هون كده هنقول بسم الله. وهنقلب بقى كل ده في بعض ونقعد بقى نحشي ان شاء الله. فكره حلوه بقى هنعملها احنا يا جماعه، هنحط كده في ارضيه الحله اللي هنحشي فيها البصل طرنشات كده زي ما انت شايفه، وتدلعي حله المحشي بتاعتك دي. والفكره دي برده هتوفر عليكي لو ما عندكيش خضار ولا كده، هتحطي البصل والطماطم وبطاطساي في ارضيه المحشي كده حله المحشي، يبقى عملتي خضار وعملتي المحشي، وفرت على نفسك في الوقت والمجهود. هنجيب بقى كده البطاطس اهو، وتقطعيها كده ترانشات تخينه شويه، ما ترفعيهاش عشان هي كده كده مش بتستحمل النار وبتدوب. كده وبصوا بقى، انا الريش الضاني اغرتني الصراحه. احنا هنحط ان شاء الله الريش الضاني في ارضيه الحله برضو، وهوريها لكم دلوقتي شكلها ايه، عامله ازاي، بترقص بترقص في الجريلا يا ولاد. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه العيد الاضحى، وان شاء الله يتعاد عليكم بالخير، وان شاء الله كل اللي يتمنى يزور النبي ان شاء الله السنه الجايه يكون على عرفات واحنا معاه ان شاء الله باذن الله. سنه سعيده عليكم باذن الله. شايفين الجمال يا ولاد، شايفين الحلاوه ما شاء الله. تعالوا بقى اتفضلوا معانا، اللي صايم كده يجي يفطر معانا. بصوا بقى الجمال وحلاوه، احنا هنحطها ان شاء الله كده في ارضيه الحله بتاع المحشي، وهنبدا نحشي بقى. وانا لما هحشي خالص واحط الحله على النار انا هوريها لكم، علشان هقعد بقى في التكييف وكده، فمش هينفع ان انا اصور وانا بحشي. من على النار وفي قلب الحدث يا جمال يا جمال اهو، نبصها كده. هنبدا بقى ايه، نستعد ان احنا نحشي الكرم. اهو كده اهو، ظبطي كده الحله بتاعتك وظبطي اللحمه. هحشي بقى يا ولاد ووريكم الشكل النهائي، وانا بحط الشوربه ان شاء الله على المحشي هوريكم شكلها. بصوا بقى، هو خلاص احنا حشينا الحله اهو، شايفين كده الصبع بصبعه ازاي يا ولاد، جميل 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 جميل. قولوا لي تسلم ايدك. بصوا بقى كده الصلصه برده اللي فضلت اهي، هنحط كده كبشه على الوش اهو كده عشان تدلع المحشي بتاعك كده وتشهيصيه. ده انا هشهيصني اهو. بصوا بقى هننزل بالشوربه، طبعا انت دقتي الملح بتاعك لقيتي ان انت مش محتاجه ملح، خلاص يبقى ما تحطيش. لقيتي ان انت محتاجه هتحطي شويه ملح اهو كده، وتنزل ايه الحله كده ليه، عشان ننزل الشوربه تحت اهو، شايفين. بص بقى، بعد ما تحطي الشوربه بقى خالص هتغطيها بقى، هتجيبي صينيه كده او طبق تحطيه كده على الوش كده بتاع الحله بتاع المحشي عشان الصوابع بتاعتنا ما تفكش يعني، وهتولعي عليه النار بقى وتسيبيه لما الميه او الشوربه تتشرب خالص، وبعدين تهدي عليه النار تسيبيه بقى يتلدن وياخد السوا بتاعه كده براحته باللحمه اللي فيه والخضار اللي فيه. هنغطي على الحله بتاعتنا ونسيبها تستوي. يا جماعه، بعد ما اتاكدنا ان العكاوي بتاعتنا استوت، نزلنا اهوت بالباميه. واحنا عندنا ايه بقى، عندنا الصلصه. طبعا احنا ما حطيناش الرز في الصلصه زي ما قلت لكم، علشان لو فض صلصه نطبخ بيها. هي كده كده الباميه بيبقى بهاراتها نفس بهارات صلصه المحشي اهو. هننزل كده بقى بالصلصه بتاعتنا، ومش هتاخد وقت، هنديها بس غلوتين كده في على النار من فوق، وبعدين نحطها في الطاجن وندخلها الفرن بقى تاخد وقتها وتاخد السوا بتاعها في الفرن.
نقلب بقى كده كله في بعض اهو، شايفين كده ما شاء الله. احنا هندوق بس كده الملح بتاعها، لو محتاجة ملح هنحط لها، ماشي محتاجة خلاص. بس كده هنخليها بقى تاخد غلوتين، وبعد كده نحطها في الطاجن وندخلها الفرن، وبعد ما نطلعها من الفرن ان شاء الله نوريها لكم. يا جمال يا جمال يا جمال يا جمال، احلى تومة يا ولاد، احلى تومة، احلى طاجن بامية بالعكاوي. يلا والمتغاظ مننا يعمل زينا. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم طيبين يا جماعة. اهو شايفين اللحمة يا جمال، دايبة دوب دايبة دوب والله. اه ما شاء الله 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 الله، اللهم صل على النبي. شايفين الجمال يا ولاد؟ نار نار. يلا بقى دوسوا لايك عشان الفيديو ده خطير خطير خطير، لازم ينزل في المقترحات يا جماعه بتاع اليوتيوب. شايفين ما شاء الله والريش عامله ازاي؟ يا سلام يا سلام يا سلام عليك يا بنت يا ربو. دوسوا لايك، وكل سنه وحضراتكم طيبين. احلى طاجن باميه واحلى حله محشي. شايفين بس بصوا كده المنظر عامل ازاي، مش عاوز اقول لكم بقى على الريحه ما شاء الله. دوسوا لايك لو الفيديو عجبكم يا جماعه، ان شاء الله تشوفوا الفيديو بتاعنا ويعجبكم وتعملوا الاكل زي ما احنا بنعمله، وتكتبوا لنا في التعليقات ان الفيديوهات بتاعتنا بتعجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.